نادي الزمالك، نادي الزمالك، معلش ارجو ان محدش يزعل مني، ارجو ان محدش يزعل مني. في ازمه اتحلت لزيزو، كويس. زيزو كان في مبلغ، كان في مبلغ، وانا قلت لحضراتكم والمبلغ ده اتكمل، وفلوس زيزو وصلت دلوقتي ان هو اخد 6.5 في 3.5. كل التحيه وكل الشكر لرجل الاعمال او رجال الاعمال ايهما يعني اللي موجود، اللي ساهم وتبرع ومد ايده في الحته دي، وارجو ان يتقبل مني او يتقبلوا مني النصيحه. حضراتكم عايزين تعملوا حاجه انتوا بتحبوها، ولا بتعملوا حاجه لكيان انتوا بتحبوه؟ هو ده السؤال. اجابه السؤال ده هنحدد بيها حاجات كتيره جدا جدا. احنا بنحب كيان الزمالك، ادي حضرتك الزمالك ووزع بالعدل، ووزع بالعدل. فرقة نادي الزمالك زيزو أفضل لعيب في مصر، وفتوح أفضل لعيب في مصر، بس الفرقة مش اتنين لعيبة. الفرقة مش اتنين لعيبة. واحد يقول لي مثلا ايه، ما هم أخدوا جزء من مستحقاتهم، أقول له خلي دايما التوزيع بالعدل، هو ده المهم، التوزيع بالعدل. وخبر دايما ان انا اديت لفلان، لان في الاخر اي خبر بيطير ما بيطيرش من عندنا، هو بيطير من مصدره. يعني مثلا مش سيب من الناس دفع فسيب زاهر حلم بالليل ان هو دفع، لا، هو الامور يعني بتطير للمقربين للصحفيين، الخبر بيروح. قول حضرتك انا دعمت فريق نادي الزمالك، انا اديت فريق نادي الزمالك، حتى لو في لقطة جماهيرية في لاعب، بس مش هو، مش فريق. مشكلة الزمالك دايما انك بتروح للعيب، هو واحد بن شرقي قعدنا سنة نتكلم عن بن شرقي وسافر، قعدنا سنة النادي على اساسي وسافر، قعدنا سنة نقول ابو جبل ومشي، قعدنا نقول طارق حامد مشي. يعني في النهاية كلهم لعيبة لهم كل الاحترام وقامات كبيرة جدا، ولكن في النهاية الباقي مين؟ فريق نادي الزمالك. انت حضرتك حل مشاكل الفريق، حل مشاكل الفريق. وكل واحد دلوقتي في نادي الزمالك محتاج ايه؟ محتاج ان هو يبعد عن اللقطه لصالح نادي الزمالك، هو ده المهم. ابعد عن اللقطه لصالح نادي الزمالك، خلي دايما اللقطه هتجيلك، والتاريخ دايما هيسجل انك في الوقت ده وقفت ومديت ايدك. اي شخص ما سمعنا عن اسامي كتير، ولكن هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي دخل دعم كرة اليد، اللي دخل دعم في الباص عشان يسافروا، اللي دخل في كرة القدم، اللي دخل دعم في أي حاجة، هو ده المهم بالنسبة لنا. ماذا قال أوسوريو للاعبين؟ حزين بسبب الأداء والنتيجة. الطبيعي إن نكسب إن الزمالك يكسب وبفارق أهداف، والخسارة ليست منطقية. للأسف محدش نفذ التعليمات. المكسب في القاهرة ونتيجة كبيرة منطقي ولابد من تحقيقه. عليكم التركيز في مواجهة بيراميدز. النقطتين الأخر هما المهمين بالنسبة لي. أكيد حزين هو، وأكيد الطبيعي إن الزمالك يكسب، كل ده أكيد نقطتين مهمين بالنسبة لي، ولكن يتحمل جزء كبير من هذه الهزيمة أوسوريو نفسه، وكان نفسي أنه هو يبقى ده التصريح بتاعه الأهم، أتحمل جزء كبير من هذه الهزيمة عشان الأمور تبقى واضحة وتبقى بمنتهى الصراحة. مباراة المصري، مباراة بيراميدز، هي مباراة طبعا يعني صعبة جدا جدا عن الزمالك. بيراميدز إن ما كانش الأفضل يعني يتنافس مع النادي الأهلي، ولكن من الأفضل هذا العام بيراميدز، سكواد كبير جدا جدا. الزمالك بالحالة اللي هو فيها هيعمل إيه؟ الحالة اللي هو فيها الزمالك هيعمل إيه أمام بيراميدز؟ يظل بيراميدز أفضل أو من أفضل السكوادات اللي موجودة في الدوري الممتاز، ولكن في نقطة، يبقى الزمالك باسمه الكبير قادر على العودة في أي لحظة. الريمونتادا بتيجي في ثانية، الريمونتادا بتيجي في ثانية، واللحظة الحلوة بتعدي في دقيقة. الزمالك قادر على العودة في لحظة وفي ثانية. رجالته هيعملي إيه قدام بيراميدز؟ الأفضلية الفنية حاليا لبيراميدز، التاريخ
والجماهيرية والدفع القوي لصالح نادي الزمالك. من سيفوز؟ بالتوفيق إن شاء الله.